السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا بنستخدم جوجل مابس، لكن في ميزة حلوة كده حابين نتكلم عنها، ألا وهو إن أنت تفعل الاختيار دوت اللي هو براوس ستريت فيو ايمج، بحيث إن أنت تشوف الصور اللي صارت في المكان دوت وكأنك موجود في المكان دوت. والميزة إن هما ساعات بيستخدموا سيارة مركبين عليها الكاميرات، بحيث إن أنت تبقى ماشي في الشارع نفسه، تبقى شايف كل حاجة كأنك موجود في المكان دوت. طيب خلينا نفعلها. بص، شايف الطريق دوت؟ اي نقطة تقف عليها وتدوس هيبدأ كأنك واقف في المكان دوت، وتبدأ تتمشى في المكان زي ما انت شايف الخريطة فيها كل حاجة. تمام، لما تلاقي نقطة تعرف ان بس هتبقى واقف كأن واحد واقف مثلا معاه كاميرا 360 هنا مثلا، دي لقطة. طيب خلينا نقف كده، بس هنا بسم الله. طبعا كل اللي انتوا شايفينه المسجد الاقصى، تمام، كل ده حرم المسجد الاقصى، بسم الله ما شاء الله. طيب لما تيجي تقف هنا خلاص كأنك انت رحت فعلا المكان دوت. ربنا يعزهم في تحريره ان شاء الله. تقدر تعمل زوم بشكل قوي جدا يعني على الاماكن اللي انت عايزها. ممكن بقى نيجي هنا ونشوفها كساتلايت، او نشوف قبة الصخرة دوم ذا روك. وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا الميوزيوم اللي موجودة هنا، فيبدأ يحددها لك بحيث ان انت تحدد ايه الاماكن اللي انت عايز تشوفها. فأتمنى تجربوا الموقع كده بإذن الله، تستمتعوا بزيارة الأماكن افتراضيا لحد ما إن شاء الله نزورها بعد التحرير بإذن الله.